جانا مشروع اللي هنا عطتونا فرنسا ولا المانيا ب 20 مليار. 20 مليار؟ الله اعلم. خذوا بها كهرباء وخذوا بها في جيبهم. ثم اللي دق الكهرباء ومشى على روحه. انتم ايش خذينا رتبه. ما تنحيهاش. ما تنحيهاش، خذينا سخط على مخيخنا نحن. ولا خذينا سخط على مخيخنا. 20 مليار واش تعمل؟ خذوا المليارات وعلوا وانت قاعد تنظر في ليري انا. السياسي اول مره من جوا اول مره لهنا قالوا نحن هنا راه مشروع فرنساوي ما نعرفش فيه 20 مليار انا نعمل لكم سيستم فرحنا ابيار وفوزجيات وواحد كل شيء وكاي صاد قلت راهي زهقت شيخه النحله نحن صار لنا خدمونا اربع رباطات تو يحرث فيهم زيتون ويعملوه بالحجر صبت شوي ما تكسر ما قاعد حد ليت راش مجيت الريحه انا من هنا تا يخدموا الكياسات ما ثماش عاملين جانا دواء دجاج ب 120 مليون نحن حتى ثعلب في الجزيره ما تلقاش دجاجه 120 مليون يا صاحبي 120 مليون وعندكم الدجاج توما موجود لا عندنا لا دجاج لا شيء عاملوا لنا سكتوا عين الجبل 4 كيلومتر جبل انت تقريبا مشيتوا من هنا 4 كيلومتر جبل عاملين لنا وحدات الحديد ورص ب 300 مليون كاس ما فيه 10 واحد كاس هذا نزيدك قلت كاس هذا 10 واحد ماتوا فيه هذا كاس هذا 10 واحد ماتوا فيه نحن المليارات هذه تقول لنا كياس وتقول لنا الابيار وترقل لنا امورنا مش بحنا منها حتى من 335 مليون اللي تحدد في السور تنجم تقد كياس صلح على الاقل كياس كياس هذا تقد كياس وتقد لنا بيار على ضربوا الحساب نحن اللي قدوا لنا بيار 9 بيار ابيار عميقه قدوا لنا نحن لا يعني فزقيه ب 17 مليون فزقيه عاملينها ب 17 مليون هي ما تعملش ما تعملش حتى 5 مليون ما تعملهاش عاملينها ب 17 مليون قالوا فزقيات تز 15000 لتر ماء 15000 لتر ماء 100 فزجي ب 17 مليون فزجي ب 17 مليون انا نخدمه لهنا نخدمه انت ويخدم اي واحد ب 4 مليون 17 مليون بالله 100 فزجي ب 17 مليون 17 مليون قديش طلع من بير عاملين ان مات وعنده 7 شهور يخدم مثل ما حد شيء السلام عليكم بالله مشروع ريحان هذا مشروع الباكت هذا حلم نتاع المنطقه كلها عنده 5 سنوات من انطلاق الاشغال نتاعو ريحان تنقسم الى 2 ريحان جنوبيه وشماليه الشماليه انطلقت فيها الاشغال ومازالت مثلا حتى مشروع كمل الجنوبيه اصفر مشروع لحظه خلينا ريحان مثلا بصفه عامه كانت تنتظر اشياء خير من هكا ما رعنا الله اعلم الحلم هذا تبخر لازم نحاسبوا المسؤولين والاطراف على المشروع هذا الفلوس والميزانيه الضخمه هذه وين تصبط وين مشت انت تو كم مواطن كم متساكن ريحانه ولد الريحانه تسمع مليارات ضخت اليوم المشروع هذايا تجي تشوف مثلا ارض الواقع ما تلقى حتى شيء شنو تحس تجي تسامحني تجي تلقى سور تاع محميه تكلف 335 مليون سامحني وفرد وقت تجي هوني تلقى سور تاع مدرسه ما فماش تواليت ما فماش ما صح الشراب ما فماش شو تحس هوني ما الله هي ميزانيه عندها مسؤولين عليها وعندها اعضاء اللي هم مسؤولين على المشروع هذا الاعضاء هذا قال يغيبوا فينا في المجالس نتاعهم وما نحضروش وما نعرفوش حتى شيء الميزانيه وين تصبت نحكيك على منطقتي هنا الحلم هذا 17 مليار وميزانيه تكميليه 3 مليارات ما جانا ولا وصفر مليم وتمشوا تشوفوا غادي نكبه السكان وين تشرب وعاملين الفزقيات والامراض غادي الوباء وصفير ضرب منطقه كامله الناس كلها تعاني بالشهاده الطبيه نتاعها ما رينا حتى شيء من المشروع الحلم هذا حلم ولا سراب للاسف معناتها تبخر بين عشيه وضحاها اعطونا فزقيات تاع قالوا هيبه هذه حتى الميزانيه خارجه منها هيبه تاع كوفيد ولا شنو جينا نسالوا نسالوا في الاعضاء تاع عين اللي انتخبناهم يقول لك نحن في جلسات الرسميه ما حضروناش راهم الله اعلم المشروع هذا ومشى ها نستنوا نترقبوا فيهم بربي ميساج السيد قيس سعيد رئيس الدولة انتخبناه جماعة منطقة ريحانة كاملة انت عندك زيارات مفاجئة اذا تعمل مفاجئة للرقاب منطقة رقاب معتمدية رقاب اذا جاء نهار وتمشي تحاسب المسؤولين سواء في البلدية ولا في المعتمدية ولا في الشؤون الاجتماعية
تو طلع كل شيء الموجود في ريحانه، خاطر باش نبدا نحكي من الصباح للغدوه مانيش باش نحبس، اما هو ازمه يجي لهنا للرقاب، اذا يجيب زياره فجائيه ويجيب الدوسيات تلقى الفساد 100%. جبت الخبز. ايه كنت في الرقاب، البلاصه هذه. في الرقاب؟ ايه. تجيب الخبز تطلع للرقاب؟ ايه نطلع للرقاب، بالنسبه للبلاصه هذه منكوبه طول، لا ماشي 12 كيلومتر. 12 كيلومتر، الطريق محفر وبلاصه منكوبه. لا انا لا ماشي راحت شي ناس بطاله ما لا ما حد شي معناتها بالنسبه للثوره هذه ناس استفادت منها ناس ما حد شي الفقر والتهم والتمهيش والعطش والكياس خايب وشباب بطال كل شيء كل شيء بطال ما عندنا حد شي مهمشين مهمشين ما عندنا حد شي طالب من قريب كل شيء كله طالب من قريب معناتها باش تمشي 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 وتجي كل شيء حتى المواصلات ناقصين حتى الكراهه ناقصين بالله طلب بكار خاطر كل صباح نخرج الستة ونص نتاع الصباح معناش كار معناش نطيحوا بان تراسينا نمشوا في نقل لنقل ريفي حتى نقل ريفي ما نلقوش الصباح والكار تدخل لكم هوني معناتها اي تدخل هنا مرات حتى الصباح نستنوا نستنوا ما تجيش الدفورات كذا ما تجيش الكار تاعكم نتاع التلامذه الكار نتاع التلامذه نقل ريفي عمرها 55 سنه لا عمرها 55 سنه ديما كل ربع ساعه تعوق طرشقت بينا كار عجله مره طرشقت بينا عجله مره في الطريق تجي باش تعدي باش تمشي تعدي دوار الكار تاع بيك ثلاثه مرات تراسلك تسطب حتى باش تصب تسطب وسطوب ما فماش صوت الكار اللي جايبين الريحانه طايبه التلامذه منقوبه هي الماء ذاك شرشر عليهم هاهم التلامذه هاي كلها تلامذه راهي صدقني ونهار ملوح في شطر الكياس ونهار في الجبل كل مره في بلاصه اي كل مره يجيبون مجريات في الرابش الشباب السيدي بطلوا قرايه بكري ضايع ولا مراه مكلته ولا طاقتي اجتماعيه ولا حد شيء الشباب مسكين طاب كبر على غير وقت نحن كون جيت معامل وجيت الدنيا لهنا وجيت خدمه هنا ماشي لصفاقس وماشي لتونس وماشي للبلادات الاخرى علاش ماشي نخدموا في المرام ب 25 دينار الصنعه راهو يطيح كلاه سي يرقد الوين كان هون عليه ربي يرتاح ارتاح ما ارتاحش يتعدى في الطويل صدقني صدقني المزمر المزمر الدار تلقاها بخمسه بالسته البطاله شهيده مساكين وراقده تجي حاجه لهنا للبلاصه هذه واحد يسمع واحد ما يسمعش راهو صدقني واحد يسمع واحد ما يسمعش الفسقيات اللي يعطوا فيها هذه بالوجوه راعي اللحم راعي الوجوه فرق اللحم يا ولد عمي اي موجوده يا ولد عمي مش نكذبوا راهو الناس طايبه تعب نهار اثنين هذا كي ما يركبنيش انا ذاك نسب فيه ونعاود صدقني انا شدني الحاكم يضرب لي 750000 وما عندناش كياس النقل ما ثماش صدقني لا ثم النقل يا ولد عمي والكياس ونحن انا كهرباء بعتها انا في الاخر يا خويا عين الرحمه للبلاد هذه شك اضافه صغيره اضافه صغيره بربي نحن ريحانه منطقه فلاحيه بامتياز وتنتج صحيح نطالبوا علاش يستغلوا فيها الناس جايه من من من, من بلايص اخرى نحن اولاد البلاد نحن اولى به نحبوا شويه تدعيم من السلطات تدعيم وتسهيل المشاريع عن الـ عن الـ عن الافكار الكبيره الافكار الافكار وحل لنا بحث في الباكت